يا جماعة العافية عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيوف الجمعة. هو بالبداية الشعر موهبة ربانية طبعا. نعم. اللي ما عنده موهبة ما ممكن أنه يصير شاعر. صح. لأنه الشعر ما دراسة. لا. هو موهبة الله سبحانه وتعالى، شلون الرياضي الله منطيه موهبة بعدين يبدي يسقل موهبته بالتمرين، والشاعر نفس الشيء. ما عندي أي جهة تدعمني، والدليل الدليل بأن احنا كرواد احنا مصرفنا من يجبنا الخاص. لو اكو جهه تدعمني، لو اكو جهه تدعمني، ما هذا حال الرواد. كان على الاقل عندي مقار. عالم بعيني ظل شويه من الشوف، لذلك بالنظر عن غيرك احجبها يا حجاب القصيده وسترها المهيوب، اذا اقراها بعدك بيش احجبها. من نقعد سوى الفراش يمنا يطير، وتغني البلابل نايل وامضى.